العربية القادمة في مارس. تظاهر نحو 300 شخص من عرب إسرائيل في بلدة كابول العربية شمال إسرائيل احتجاجا على مشروع قانون يناقشه الكنيست يمنع في حال إقراره رفع الأذان أو على أقل تقدير منع استخدام مكبرات الصوت عند رفع الأذان. وتحدثت مصادر عن دمج مشروعي قانون في نص واحد والموافقة عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافذا. ويبرر مقدم القانون ما قاموا به بضرورة الحد مما وصفوه بالعذاب اليومي لمئات آلاف الإسرائيليين الذين يتعرضون للأذى الصوتي الناتج عن مكبرات الصوت في المساجد. دكتور مختار، هل تتوقع أن ينجح الكنيست في تمرير هذا القانون في ظل ما يثيره من انتقادات ورفض من عرب إسرائيل؟ شوفي، قضية هذا القانون مش قضية رفض عرب إسرائيل، هي قضية هذا القانون إن إسرائيل ماشية بنسق من 1972 حتى هذا التاريخ بغرض اكتمال شكل الدولة اليهودية أو شكل الدولة الإسرائيلية. كلنا شفنا كيفية تحويل ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة، بيدنسوها اليهود وبيدنسوها المستوطنين وما فيش رد فعل. كلنا شفنا الحرائق اللي أدت إلى المسجد الأقصى، والحديث الأشهر عندما شب حريق سنة 1969 في المسجد الأقصى، وجولدا مائير تتحدث أنها لم تستطع أن تنام طوال الليل إدراكا منها بأنه في الصباح سوف ترى جيوشا جرارة من العالم العربي والإسلامي. وعندما صحى الصباح لم ترى شيئا، قالت نحن أمام أمة نائمة، نستطيع الآن أن نفعل أي شيء. أنا لا أستغرب من مثل هذه الأمور، لأن رد الفعل العربي والإسلامي المفترض أن يرتقي فوق قدرة المستوطنين اللي عايشين داخل الأرض المحتلة أو داخل القدس على وجه الخصوص. المسألة جد خطيرة، والقضية الفلسطينية على المحك، وأنا من وجهة نظري تاهت ما بين القضايا العربية وما بين هذه الحالة من التدويل الإقليمي والتدويل الدولي لكل القضايا الموجودة في المنطقة العربية. قال رئيس